اتبسطوا بالمسلسل وانا مش ياسين. ايوه هو جزء كبير طبعا اجتهاد وتوفيق من ربنا يعني، واكيد في سنة حظ يعني، حظ يعني. يعني الحمد لله من اول ابو عمر المصري والناس بتشوفني بشكل كويس وناس عرفتني يعني. بصراحة رأيك إيه في تعامل الإعلام مع حياة الراجل والست، سواء ياسمين عز اللي ممجدة الراجل طول الوقت، أو رضوى الشربيني اللي طلعت قالت خفان والحاجات العجيبة دي؟ فرأيك في دي ورأيك في دي؟ يا والله زي ما قلت لك ما بحبش المنافسات دي يعني. يعني الراجل ليه حاجته معينة وليه يعني ليه طريقة اللي اتربينا عليها على طول واللي عرفنا وبتاع، فما ينفعش احنا في ثوابت يعني ما ينفعش نغيرها، والست كذلك، فكل واحد احنا عارفين دوره ايه، يعني احنا بنكمل بعض، فاهمني؟ يعني هو مش منافسة بين الاثنين، لا احنا بنكمل بعض وهما الاثنين محتاجين بعض يعني. لو قدمت البنت وقالت حاجة معينة أو طلبوا حاجة معينة، فأنت هتدور وشك وتجري. إيه هي الحاجة دي اللي تخليك تجري من أي بيت؟ مش طمع، يعني إيه اللي ممكن يخليك تجري؟ صفة يعني ممكن اشوفها في ممكن طمع او ان هم يشوفوني بشكل غلط يعني. إيش كانت قصة الحب؟ مش كتير، مش كتير يعني. لا مش كتير. فشلوا كلهم؟ مش مكملين يعني. مش مكملين، لعبت مين؟ اصلا يعني وقتها كنت صغير بقى عن كده، انما دلوقتي مش فاضي للكلام ده بقى؟ لا دلوقتي مش فاضي، دلوقتي مركز في اللي انا بعمله بصراحة. تعتبر نفسك محظوظ يا معتز؟ هو جزء كبير طبعا اجتهاد وتوفيق من ربنا يعني، اكيد في سنة حظ يعني، حظ يعني. النقلة كانت مع ممالك النار أكتر، ولا كان إيه اللي عمل اللي حسيت إن الناس كلها عرفتك من خلاله؟ يعني الحمد لله من اول ابو عمر المصري والناس بتشوفني بشكل كويس وناس عرفتني يعني. ممالك النار طبعا وصلني لشريحة اكبر من حيث الصناع، من حيث الجمهور يعني، لان العمل كان انتاجه ضخم بشكل كبير يعني. وطبعا خالد النبوي يعني تمثيل معاه ممتع جدا يعني. لا أكيد طبعا. عايز أعرف بقى بتحضر إيه جديد كمان الفترة اللي جاية؟ نازل لي قريب فيلم سكر. سكر، بسيط فعلا. بعمل دور طارق، هو ولد في الميتم مع الأولاد يعني، وهو أكبر واحد فيهم. ده اللي دار أيتام، عشان الميتم دي عندنا اللي هو العزا وال لا دار ايتام. أيوه في دار الايتام. أيوه بس فهو اكبر واحد فيهم، وهم بيعملوا مهمات بقى طول الوقت، بيحلوا حاجات يعني كده. مشاغب طبعا. يعني شوية بتلعب رياضة عموما في حاجة معينة ولا لأ؟ بتابع رياضة في حاجة؟ بتلعب رياضة؟ بلعب رياضة يعني، بروح الجيم بس. قاعد يعني في الجيم ولا اللي هو تدفع الاشتراك وتقعد؟ لا لا بروح. مطبوع يعني جات عادي. فترة كنت بروح قوي يعني. سمعت انك شاعر جامد دلوقتي. مش شعر يعني. هو احنا عندنا مادة في المعهد هي مادة اسمها إلقاء، فبنقول فيها قصيدة يعني، قصايد معهد يعني، ايه برضه عشان الناس اللي فنون عارفه؟ مسرحية. فنون مسرحية. طب انتوا عندكم مشكلة في معهد فنون مسرحية والحاجات دي في المسلسل اللقطة دي؟ مش عايز السؤال، بلاش. طيب عموما انت شايف كمان المعهد بتستفيد منه قد ايه؟ بيوصلك قد ايه؟ بيديك فرص قد ايه؟ يعني هما بيعلموا أساس التمثيل بالشكل الكلاسيكي، بشكل نيو كلاسيك، بندرس مناهج يعني، فبنمثل بكذا طريقة مختلفة. اللغة العربية طبعا أتقنتها بشكل كويس يعني الحمد لله، وده بيساعدني يعني، ده يساعدني بشكل كبير في إن ده يخلي العامية أسهل يعني. حلو. يعني انت لو جالك عمل تقيل بلغه عربيه، يعني كان حد زي امام الشافعي مع خالد النبوي او ايا كان، اي عمل تدخل بشكل جامد بقلب جامد يعني، كده 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 كده. الله عليك. اختك في المسلسل الناس بيتكلموا عنك حلو قوي، شكلها كنت دويت يجنن، فتقول لي عنها وعن شغلها. هل دي ساعدت برضه اللي ممكن تحصل بعد المسلسل؟ لا يعني فريدة ممثلة شاطرة جدا جدا يعني،
الكواليس بيننا طبعا لذيذه جدا غير اللي ظاهر في المسلسل ياسين وياسمين. فلا هي ممثله شاطره جدا جدا ان شاء الله يبقى ليها مستقبل جامد قوي يعني. كمان انا بحبها جدا جدا يعني. اه كويس يعني. ويغلب انه بيحبها جدا كويس. لا يعني بحبها كاختي. كاختي. عايز اقول لك يا محمد نورتني. وتحب تقول ايه بقى لكل المتابعين او اللي متابعين شغلك؟ اقول لهم اتبسطوا بالمسلسل وانا مش ياسين. ايوه ما تكرهونيش. ما تكرهونيش. شكرا.